أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن كلمة أبكت عيونا وأجهشت قلوبا إنها كلمة صغيرة الحجم لكنها جليلة الخطر إنها كلمة ترعد الفرائض بوقعها وتقلب الفرع فرحا أتدرون أي كلمة هذه؟ إنها كلمة الطلاق. اتقوا الله في أمر الطلاق فإنها شريعة محكمة وليس أهواء متحكمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق. وقال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه الأرض. وقال أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بعض لن تره راحية الجنة. وقال لا تطلق النساء إلا من ريبة فإن الله لا يحب الزواقين والزواقات. وقال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. فيا عباد الله إذا أراد أحدكم أن يطلق امرأته فليطلقها قائلا قبل أن يمسها ولا تطلقوها وهي حائض ولا ثلاث تطليقات جميعا. قد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيد فتطهر فإن بدا له أن يطلقها قائلا قبل أن يمسها. وعن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياة عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقربهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباد وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم استحذ في بلاد المسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في كل مكان بالإمام العادل بالقوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سفر رشقنا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وله أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.